وبيسكلي هذه اللي انتم شايفينه هنا اللي هو in this axis بعنا drug concentration التركيز على الدوام. طبعا هنا في لازمة drug concentration of the drug. وهنا احنا نحكي على time قد يكون minutes قد يكون hours قد يكون days, لكن احنا بنحكي على مجرد drug over a long period of time. طيب بس احنا شو نسوي في هذه الدراسة؟ لازم نحسن يعني نحصل هذه المعايير او البارامترز اللي هو جين انيمال ونعطيه دراج, سواء نعطيه اي في مثلا او اورال مثلا او سبكوتينيوس او انترماسكولار او اي ممكن تشوفوه مناسب تمام او هو المناسب فور ذا دراج تمام. اذا بنعطي الدواء هو تايم زيرو شيكا, وبعدين بدنا ناخذ عينات نسحب عينات من البلد اللي هي سيرام او بلازما تمام, وبعدين بنحدد الكونسنتريشن نشوف قديش الكونسنتريشن بتاع الدواء اللي احنا عطيناه اوفر ذا تايم. يعني يمكن نغير مع الكونسنتريشن بتاع الدواء في البلازما مع الوقت. طبعا على تايم زيرو راح يكون الكونسنتريشن في البلد قديش؟ زيرو تمام. بنسميها السي ماكس. الوقت اللي بتصير في هذه السي ماكس شو بنسميها؟ بنسميها تي ماكس. تي ماكس معناها ماكسيمال تايم, يعني انا الماكسيمال تايم اللي باخذ الدواء حتى انه يوصل الى الماكسيمال كونسنتريشن. اذا بتلاحظوا هنا هو الدواء اللي بنعطيناه بعد الاي في, يعني كل الدواء اللي بنعطيه للاي في بدهم فوق تمام. اذا احنا بنشوف انه في البدايه يصير عندنا مور ابزوربشن شكل ابزوربشن من السايت اللي عملنا فيه الادمنستريشن تمام الى البلازما. اذا هذا هو الابزوربشن, يصير عندنا ابزوربشن حتى يصل عندنا الى الماكسيمال كونسنتريشن. اذا في هذه الفتره اللي هي فور دي تي ماكس راح يكون لك مور دريك ان ذان اوت, يعني اكثر الدواء قاعد يجي اكثر من اللي قاعد يطلع. شو ما يطلع معناها يصير له اليمينيشن, معناها بيصير له اكسكريشن بشكل عام. بعد هذا التي ماكس بيبدا عندك الكونسنتريشن بتاع الدواء شو بصير فيه؟ بيستارت ديكلاين. واي از ديكلاينينج؟ ليش بينزل في البلازما؟ لانه بيصير له ديستربيوشن, لانه بيصير له ميتابوليزم, لانه بيصير له اكسكريشن تمام. فاحنا هذا الفيز بنسميه اليمينيشن فيز. شو يعني اليمينيشن فيز؟ يعني الدواء قاعد ينطرح من الجسم تمام. طيب بضل يمشي في هذا الكير لما وصل الى تايم بكون في كونسنتريشن اوف ذا دراج ان ذا بلازما از هاف ماكسيموم. هاف ماكسيموم معناها هاي الهاف سي ماكس. هذه بنسميها تي هاف. شو بنسميها؟ تي هاف. شو تي هاف؟ اللي هو تايم by which the drug concentration reduced from 100% to 50%. يعني بصير الكونسنتريشن تاعه بدل ما كان 100% يعني ما صار انه هاف سي ماكس. بنشوف الوقت اللي بصير فيه this is the T half. T half is very important حتى تعرفوها, لانه هاي بتعطينا indication قديش وقت نحتاج انه احنا حتى نصل عند steady state concentration بعد شوي بنحكي عليها, وقديش الوقت اللي ممكن ياخذ الدواء حتى يسوي elimination from the body حتى الجسم يتخلص تماما من الدواء. واضحه شباب؟ واضحه؟ اذا الان هو التي هاف. هسه الان اللي بعد التي هاف بصير انه more drag out than in. يعني الدواء الان اكثر من يصير اللي هو elimination rather than اللي هو absorption. بعدين عندنا التعريف الاخير اللي هو هذه الاريا عند الكير. شايفين هذا الكير؟ بين هذا الكير وبين هاي الاكس اكسس هاي الاريا كلها شو بنسميها؟ بنسميها اريا عند الكير او مختصرها بال KUC اريا عند الكير. What this means؟ شو معنى هذه؟ شو معنى هاي الاريا؟
اكزاكتلي اللي هي هاي عباره عن هو التوتال اكسبوجر اوف الماتيك ذا دراج. معناها انه كل هذه الفتره الزمنيه من هون لهون كان الجسم تحت تاثير الدواء ريجاردز من الكونسنتريشن. كان في البدايه تقريبا قليل وبعدين وصل للماكسيموم وبعدين نزل للمينيموم. شكرا. اذا هذه الفتره كلها تمام اللي هي بيزكلي ذيس از ذا توتال اكسبوجر اوف ذا بادي تو ذا دراج. And both of them can be measured. كل هون معطوا الأرقام، يعني كل دواء بنعرف قديش الـ AUC تاعهم، قديش الـ Cmax تاعهم، قديش الـ Thf تاعهم، كل هذه الأشياء، قديش الـ Area under the care، الـ Area under the care راح تشوفوها، أنا ما دخلتكم في هذه المسائل تكون شوية صعبة عليكم، لكن later on لو واحد يدرس في مجال الفارما بالذات تمام، يقينا لازم يعرف كيف يسوي هذه الأشياء. اللي هي بيستخدموا طريقة التريبيزويد. عارف شو التريبيزويد؟ مين كل شاطر في الرياضيات؟ ولا واحد؟ هو مساحة تشبه المنحرف. عشان نعرف مساحة المستطيل ومساحة الدائرة ومساحة المثلث ومساحة الفرع. فهاي الاريا بيقسموها يعني هاي هون بصير جزء فاضل بصير اسمه شبه منحرف لأنه هو مش جاي أضعه متساوية تمام؟ في ضلع شوية أقل. فعشان هيك عندنا قانون كيف بنحسب؟ اللي هو في هذه الحالة لما بنحسب عندنا الكونسنتريشن الأول والكونسنتريشن الثاني تقسيم اثنين، بعدين بنضربهم بالـ T2 minus T1 الثاني الثاني ناقص الثاني الأول تمام؟ وبعدين بنطلع المساحة تاعت هاي الكيرف. قديش واحد منكم علمني هون؟ ما أنتم بتعرفوا كيف تحسبوا؟ غلطان غلطان ضلع 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 النظر غلط. اوكي طيب المهم انه هذه الاريا كان بي مجرد اللي هي هذه الاريا اندر ذا كيرف توتال اكسبوجر اوف ذا بادي تو ذا دراج. الجزء الثاني لازم نعرفه اللي هو الفوليوم اوف ديستريبيوشن. هذا اللي سالت عليه زميلكم شو الفوليوم اوف ديستريبيوشن؟ ها؟ اللي هو احنا قلنا من الاول احنا بنعطي دراج صح؟ لما نعطيه يصير له ابسوربشن، ابسوربشن لوين؟ للبلازما مضبوط الدم. وبعدين شو يصير فيه؟ ديستربيوشن بيطلع من البلازما الى وين؟ الى التشن وبعدين بيصير له اليمينيشن. هسا بدنا نعرف الفوليوم اللي هذا الدواء بيصير له ديستربيوشن فيه. لما احنا زمان حكينا اربع فيزيولوجي بنلاقوا انه البادي كومبارتمنت في عندنا الانترا سيلولر وفي عندنا الاكسترا سيلولر مضبوط ولا غلطان تمام؟ هذا التوتال بادي فلويد كومبارتمنت تمام؟ هسه الان الدواء لما احنا بنعطيه راح على البلازما اللي هي جزء من الاكسترا سيلولر وبعدين بنروح على الانترستيشن وبعدين بنروح على الخلايا حتى يلاقي الريسبتر تاعته بنتحد معاه وعملنا الفارماكولوجيكال ايفيد. الان الفوليوم ديستريبيوشن اللي هو practical care it means how much of a drug need to be within the body to get a certain concentration in the plasma. لأن احنا في نهاية المطاف لما نعطي الدواء المكان الوحيد اللي احنا بنقدر نقيس فيه الدواء بطريقة سهلة اللي هو البلازما. يعني ناخذ عينة الدم ونشوف قديش الكونسنتريشن تاعت البلازما. فعشان هيك احنا مثلا بدنا 10 ملي جرام بير امير. معناها بدنا نشوف قديش لازم نعطي هذا الانيمال هذا البيشن قديش الدواء لازم نعطيه حتى تحصل على هذه الكمية في البلازما. لأن الباقي من راح يروح؟ راح يصير ديستريبيوشن. فهسا الدواء ديستريبيوتد في البداية كان في البلازما وبعدين في وين؟ في التشو. It can be determined simply by dividing the volume of distribution in amount of the drug in the body. بمعنى آخر this is the dose. شحال الدوز؟ يعني كمية الدواء اللي احنا اعطيناها، قديش اعطينا الحيوان، قديش اعطينا البيشن، هاو ماني ملي جرام، هاو ماني امالز، هاو ماني وتر، تمام؟ قديش احنا اعطينا هذه الكمية اللي هي الأولى اللي هي الأماونت أوف دراج إن ذا بادي اللي هي الدوز اللي احنا اعطيناها. بعدين بنقسمها على ايه؟ بنقسمها على البلازما دراج كونسنتريشن، إذا ناخذ عينة من البلازما بنشوف قديش الكونسنتريشن تاع الدواء اللي موجود وين؟ اللي موجود داخل البلازما. This will give us what? The volume of distribution. معناها قديش
اللي هو توزع لكن توزع في فوليوم قليل. الفوليوم في ديستريبيوشن كان قليل. متى بكون عندنا الفوليوم في ديستريبيوشن قليل؟ إذا كان لما الدواء بيظل يموجود في البلازما ما بصير له ديستريبيوشن كثير للتشوز. نحن آخر شيء لبسنا وين؟ لبسنا في البلازما. شوفنا قديش الدوز اللي أعطيناها مثلا، خذ مثال خلينا ناخذ مثال تمام؟ هنقول أعطينا مثلا 10 ملي جرام. 10 ملي جرام فودريك تمام؟ ورحنا بس الكونسنتريشن تاعه لقيناها 2 بالبلازما. قديش الفوليوم ديستريبيوشن في هذه الحالة؟ 8 متأكد 5 اللي 10 تقسيم 2 افرض ان احنا اعطينا دواء اقول لك 100 ملي جرام هاي اللي يستعد تمام ورحنا قسناه في البلازما لقيناها مثلا 10 ملي جرام غير عادي قديش الفوليوم ديستريبيوشن كان؟ في اللتر طبعا هي عادة بالبلازما اللتر قديش بصير؟ 10 ايه؟ 10 لتر شو معناها؟ معناها انه هذا الدرج ديستريبيوتد تو 10 لترز واضحة؟ واضحة؟ طيب لأن لما نقول لو فوليوم اوف ديستريبيوشن شو معناها؟ معناها هذا الدرج ديستريبيوتد ديستريبيوشن از ريستريكتد تو البلازما شو ريستريكتد؟ معناها ضعف البلازما شوف في درج احنا نتوقع انه الديستريبيوشن تاعه يكون قليل يعني بيطلع من البلازما قليل اذا كان عنده هاي بروتين بايندينج صح؟ هناك اذا كان مرتبط مع الالبومين الالبومين ما بيطلعش اذا ما طلع الالبومين ما بيطلعش درج ما دام انه صاير عنده الافينيتي عالي تمام؟ اذا شو معناها؟ معناها ان هذا درج يكون البروتين بايندينج تاعته عاليه What it means? It means إنه راح يضل موجود في البلازما. إذا الفوليوم ديستريبيوشن تاعه شو بيكون؟ عالي ولا قليل؟ قليل. تمام؟ إذا كان المولكيولر سايز تاعه كبير، شو بنعرف المولكيولر سايز برضه بيأثر على الديستريبيوشن. إذا المولكيولر سايز تاعه كبير معناها راح يضل وين؟ في البلازما. شو معناها؟ معناها الفوليوم اوف ديستريبيوشن تاعه شو بيكون؟ بيكون كثير قليل. واضح يا شباب؟ طيب. هسا انا بنقول هاي اللي هو القطاع الثاني اللي حطيت لكم اياه اللي هو الوارفرين اللي هو انتي كوربين بدنا نشوف اللارج فوليوم اوف ديستريبيوشن العكس تماما الاكستريم الثاني شو يعني لارج فوليوم اوف ديستريبيوشن؟ يعني بزور قريب معناها ايش هو؟ بزور لا ما بدنا نشوف لارج فوليوم اوف ديستريبيوشن نحكي بالجزء الثاني ومن البلازما الى التيشوز هذا الديستريبيوشن معناها انه طلع كثير منه البلازما ورا على التشوز وظل قاعد في التشوز يعني احنا قلنا في عندنا اكوليبريم صح؟ بين هاي وبين هاي الاكوليبريم عاد بتكون بين الفري دراج مش الدراج اللي مار مع البروتين مع الفري دراج اتذكر الفري دراج هو الوحيد اللي بيقدر يترك البلازما ويروح على وين؟ على التشوز تمام؟ طيب هسه الآن قولوا الديستريبيوشن انديكيتر دراج كونسنتريتد انترا سيلولار معناها طلع من البلازما تمام؟ طلع من الاكسترا سيلولار راح وين؟ على الانترا سيلولار مثال عليها تمام؟ اللي هو في شيء نسميه انترا سيلولار ايون فابيل اوف ويك بيزز تذكروا الويك بيزز؟ الويك بيزز دراجز لما يروحوا على الخلايا داخل الخلية بتكون مور اسيدك يعني ال pH بيكون مور اسيدك از كومبير طبعا الاكسترا سيلولر طبعا هذا الدواء ويك ايش؟ ويك بيز لما يروح فيه انفايرمنت بتكون ويك اسيد شو بيصير فيه؟ بيصير له ايونيزيشن واذا صار له ايونيزيشن داخل الخلايا what this means؟ راح يصير له ترابينج داخل الخلايا لانه عمليه الخروج تاعته ما راح تنسى لأنه لما دخل الخلية ما كان ايونيزد لما صار تمر الخلية في اتش كان حامل تمام فصار له ايونيزيشن معناها صار له ايون فابينج This is an example of اللي هو high volume of distribution أو المثال الآخر
الميه اللي هو اذا كان عندنا هايلي ليبيد سولابل دراجز الليبيد سولابل بتاعتها عاليه وين بتروح؟ بتروح على الادبوس تيشو والادبوس تيشو بتحب تضيق يعني انا ما بحبش تطلع لانه كان بالنسبه لي المياه المفضل عشان هيك انا واضح المقصود في الفوليوم اوف ديستريبيوشن اللي هاو اكستنسيفلي ذا دراج از ديستريبيوتد تو ذا كومبارتمنت اوف ذا بدي واضح ونقيسها باختصار شديد جدا اللي هو باي ديفايدينج ذا دوز اوف ذا دراج على البلازما كونسنتريشن اوف ذا دراج تمام؟ ها؟ كل دراج اللي احنا موجودين عندنا لا فالاي يكون لازم
كثير. هسا اذا بنعطي اي طريق اخر غير الاي بي شو معناها؟ معناها بصير له ابزوربشن، بنعرف قد ايش صار له ابزوربشن، ممكن ما يصير له عدد بس الابزوربشن. شايفين؟ وبعدين بعد الابزوربشن ممكن يصار له ميتابوليزم، ممكن بالطريق تاعه هو قبل ما يصير للبلازما ممكن يصير له ميتابوليزم او اليمينيشن او وات ايفر، تمام؟ فعشان هيك موست لايكلي انه احنا البايبابيلتي اوف ذات دراج اتس ايفن اورالي ولا انتراسكيولار بتكون البايبابيلتي تاعته مش 100%. شايفين؟ عشان هيك the way you want to determine the bioavailability of the drug compared to a drug given IV. تمام؟ عشان هيك حتى نحدد هذه البيوتوبيلتي في الدراج مع البلكسن اللي هي الـ AUC، AUC اللي هي الـ Area Under the Care for a drug that's given oral على الـ AUC اللي هي تعمل تعالج الاي بي اللي هي عدد اي بي، ماشي؟ وبناء على الظروف اللي هي فساعتها راح حاطين البيرسنت اوف ذا بايو افيلابيلتي اوف ا دراج. واضحه؟ واضح شباب؟ يعني بنقارن الاي يو سي اللي احنا عطينا اورال او اعطيناه انتراموسكيولار او اعطيناه سب كات او اعطيناه باي طريق اخر، تمام؟ وبنروح نقيس الكونسنتريشن تاع اوفر تايم بالبلازما، شو بيسوي البلازما؟ وبعدين بنشوف الكير، بنرسم الكير للحالتين، الحاله الاولى اللي هي بالاي بي والحاله الثانيه اللي هي او السبكات او تمام؟ وبعدين بناخذ هاي المعادله اي يو سي 1 ديفايد باي اي يو سي اي بي مالتيبلاي كامل. واضح شباب؟ واضحه؟ نفس الدواء صح؟ ها؟ نفس الدواء؟ نفس الدواء، اكزاكتلي نفس الدواء، لازم يكون نفس الدواء، يس نفس الدواء. يعني الاي بي فرق. يس الاي بي فرق. الاي بي عادة بتكون معادلة بس الاي بي ادمستر دراج هاز 100% باي افيلابيلتي، اتفقنا عليها ما فيهاش مشكلة. إذا تعطيه طريق آخر معناها في أشياء قاعدة تصير بين الساين اوف ادمستريشن لعند البلازما. ممكن يكون 99% ممكن يكون 90% ممكن يكون 70% ممكن يكون 60% ممكن يكون ديفر، مش كل الدراجز لهم ذا سيم بايو افيلابيلتي. واضحه؟ وبعدين بنشوف طبعا الكولم ديستريبيوشن تاعه بعد ما هو راح البلازما بالاكتف فور، بعدين بنشوف قديش صار منه الـ ديستريبيوشن للتشيس. واضحه؟ تمام. المساله الاخرى اللي بيسموها بايو ايكوفيلنس، ايش يعني ايكوفيلنس؟ ايكوفيلنت. شفت دائما مين الشباب المحترمين اللي دائما بضلوا بقولوا بدها تعرفونا مسار، تعرفونا مسار. كيف يعني عارف مسار؟ ولا انت ما بتعرفوا شو معنى عارف مسار؟ مين عمره عارف مسار؟ هذه الماده الماده وين ما شاء الله ممتازين، ما عرفت اني مش ممتازين اللي غيري. حدا مسجل؟ ها؟ طيب. معناها يكافئ. هسا الدراجز عادة بكون عندنا اللي هو بسموه الانفنتور دراج، اللي هو دراج أول ما حدا يكتشف هذا الدراج، تمام؟ ويبدأ يطور في هذا الدراج، وعم نعمل كل الدراسات اللي حكينا عليها قبل شوي، بده يعرف الاريا اندر ذا كير، بده يعرف البايوبيلتي بتاعت الدراج، بده يعرف الدي ماكس، بده يعرف السي ماكس، بده يعرف كل هذه الأشياء، تمام؟ بعدين هذول الشركات بكون عندهم اللي هي شيء بسموه انتاج حصري. شو معنى انتاج حصري؟ يعني بكون عندهم هم الوحيدين، هاي الشركه هي الوحيده اللي عندها الحق فيها تنتج هذا الدواء. وهي عاده بتكون لها فتره زمنيه بتكون 10 سنوات. يعني 10 سنوات مثلا اذا مش شو بتعرفوا شركه مثل فايزر مثلا ماشي؟ مثلا ها؟ بتطلع دواء، هذا الدواء اذا هم اول ناس انتجوه فبوخذوا فيه اللي هي هذا الانتاج الحصري اللي هو 10 سنين، ما في اي شركه ثانيه بتقدر تطلع هذا الدواء. تمام؟ هسه بعد ما تخلص هذه الانتاج الحصري تاعها ممكن اي شركه ثانيه بتبدا تنتج هذا الدواء لكن تعطيه اسم اخر بسموه جينيريك. شو بسموه؟ جينيريك دراج.
يعني هسه مثلا لو انت تيجي فريش تكتبه على الوصفه، الطبيب مرات يجي يكتب لك وصفه بتروح على الصيدلي يقول لك الدواء الاصلي ما موجود، في عندي البديل. البديل شو هو؟ اللي هو الجينيريك دراج. هذا الجينيريك دراج سبوز تو بي بايو ايكويفالنت للدراج الاصلي، الماده الفعاله نفسها، بس لان تعرف المرضى بيطلعوا في يعني مواد غير فعاله اللي هي تنكريز البلط مثلا، ديزنتجرام، تنكريز الشيلف لايف، وات ايفر، يعني مواد كثيره ممكن تحسن من الخصائص الكيمو فيزيكال تاعتها مثلا، ماشي؟ فعشان هيك بيكون الدواء مخلوط مع مجموعه من الاشياء اللي احنا بنسميها امباكت انجريدينت، مرات بتاثر على عمليه الابسوربشن تاعها، بتاثر على الديستريبيوشن تاعها، بتاثر على الاليمينيشن تاعها، تمام؟ فعشان هيك احنا بنتاكد انه هذا الدواء اللي هو الجينيريك دراج ايفن ذو ذي كونتين ذا سيم اكتف انجريدينت، نفس الماده الفعاله، تمام؟ لكن هذا الدواء صنعته شركه ثانيه، وصنعته الشركه الثانيه تعرف ايش هذا مصنع وهذا مصنع، فبدنا نتاكد انه هذا الدواء الجديد يكافئ الدواء الاصلي. عشان هيك نسالكم على المسار المكافئ. يعني تقريبا يشبهوا الى حد ما عين بالكتاب هذا ولا هذا يمشي ولا يمشي ما بيصير ما بس تعرف. اوكي؟ اذا هاي هو شو يعني بايو كوفيلانس؟ بايو كوفيلانس اللي هي النسبة دي it can be conducted to determine if the bioavailability of both drugs is similar. يعني بنشوف ال AUVI ال AUC تاعت الدراج الاصلي مع ال AUC للجينيريك دراج الاتفاق، وبنشوف بنقيس بنقارن الاريا اندر ذا كيرف فور ذا فيرست وان ذا سكند وان، بنعمل ستاتستيك اذا كان في بيناتهم فرق احصائي. شو معناها؟ معناها ذوز ار نوت ايكوفيلنت. اذا ما كان في فرق بيناتهم معناها يكونوا بايو ايكوفيلنت. هسه ليس بالضروره انه تو كيرز تركب على بعض، تمام؟ لكن بالضروره انه ما بيكون بيناتهم فرق احصائي. اخذتوا احصائي ولا لا؟ تمام؟ ما في statistical difference بين الدواء الاول والدواء الثاني، والمساله كثير بسيطه، يعني حابب تعملها لازم تنعمل يعني for each drug to be licensed to be used as a generic drug لازم يكون الاصلي. لو بتجيبوا الدواء الاصلي وبتجيبوا الدواء الجينيريك، تمام؟ وبعطوا له مجموعه من الانيمالز ومجموعه من الانيمالز، وبعدين بسحبوا دم من هاي ومن هاي، تمام؟ وبعدين بيعملوا اي يو سي لهذا الدرج واي يو سي لهذا الدرج، ومن الاي يو سي طبعا بيطلعوا كل شيء اللي بيطلعوا التي ماكس والتي هاب، تمام؟ وبتقارن كل هذه الفاليوز مع بعضها وبتشوف اذا كان كوفيلانت معناها هذا الدرج يصلح الواحد يستخدمه بدل هذا الدرج، واذا ما كان معناها. واضح شباب؟ واضح شو معنى بايو افيلابيلتي وبايو كوفيلانس؟ تمام؟ طيب الجزء الثاني اللي بنحكي فيه اللي هي عملية الإليمينيشن كيناتكس أوف دراج. إحنا حكينا سوفار على عملية الإليمينيشن، مظبوط؟ وبعدين حكينا على عملية الديستريبيوشن، بعدين بنحكي على الميتابوليزم، وبنحكي على الإليمينيشن. الإليمينيشن بس ديكلاين إز ديكلاين. عادة بنحكي على تو كيناتكس، تمام؟ لما نحكي على الإليمينيشن أوف دراج، لأن هذا الكير اللي شايفينه هو، أنا متأكد إنكم شايفين في هذا المكان، هنا في عندنا الدوز أوف دراج، هنا الريت أوف دراج ميتابوليزم، ولما تيجي لكم بصير عندنا الريت أوف دراج إليمينيشن، تمام؟ طيب، هسا في عندنا دراجز اللي هو ذي فولو، هذا اللي بنسميه فيرست أوردر كينيتكس. شو يعني فيرست أوردر كينيتكس؟ شو يعني فيرست أوردر كينيتكس؟ لا تنامي هاي هيك معناها تكرمنا يعني، ها؟ طيب شو يعني فيرست اوردر كينيتكس؟ ماخذين بايو كيمستري صح؟ شو معنى فيرست اوردر كينيتكس؟ اخذتوا الانزيمولوجي، اخذتوا الكيلس من الايكويجن، اخذتوا كله. طيب شو معنى؟
المهم بالنسبة لي باختصار شديد جداً إنه في هذه الفيرست أوردر كينامكس لاحظوا معي إنه في عنا علاقة قوية بين الدوز أوف ذا دراج أند الريت أوف دراج ميتابوليزم أور الريت أوف دراج إليمينيشن. بمعنى كل ما زاد الكونسنتريشن تاع الدواء كل ما كان الميتابوليزم تاعه أعلى، كل ما كان الدراج كونسنتريشن أقل كل ما كان الإليمينيشن تاعه أقل. علاقة قوية تمام، ويعتمد برايمرلي على مين؟ على الكونسنتريشن اوف ذا دراج. تعتمد على ايه؟ الكونسنتريشن دراج. بمعنى اخر انه ذا ريت اوف دراج اليمينيشن از بروبورشنال تو ذا دراج كونسنتريشن اند فولوز اكسبوننشيال ديكي فانكشن. سو ذا اليمينيشن ريت ديفاينز ذا دراج كونسنتريشن ديفاينز. زاد بيزيد نقص نقص. علاقة طردية بين الأول وبين الثاني. واضحة؟ هسه في عندنا النوع الثاني من الدراج اللي هم ذي فولو هذا الزيرو أوردر كينيتكس. شايفين الأزرق اللي هون هذا الأزرق. زيرو أوردر كينيتكس. حتى بقول لي شو الفرق بين الفيرست أوردر اللي هو في عندنا بروبورشن ريليشن شيب وبين الزيرو أوردر اللي شايفينه فوق. توفيق. زيرو اوردر كميه الدوز ما تاثر على exactly. اذا البلازما كونسنتريشن اوف ذا دراج داز نوت افكت ذا ريت اوف دراج ميتابوليزم اور اليمينيشن. شو معناها؟ معناها اتس كونستنت. شو معناها؟ كونسنتريشن كونستنت معناها ثابته. اذا في هذه الحاله بنقول ذا ريت اوف دراج اليمينيشن از كونستنت اند اندبندنت اوف دراج كونسنتريشن. لانه في هذا الجزء لاحظوا معي انه الريت اوف اليمينيشن ثابت ريجاردلس اوف اني انكريز بالكونسنتريشن. يعني يزيد الكونسنتريشن زي ما بدك ما راح يغير عند الريت اوف ميتابوليزم اور اليمينيشن، راح يضل ثابت. هذا معنى الكونستنت تمام. هذول يعني لحسن الحظ انهم ينطبقوا على مجموعه قليله جدا من الادويه اللي هو من ضمنهم الاسبرين زي ما انتم شايفين فوق. الاسبرين الايثانول والفينيتور. فينيتور تمام؟ هذول الدراج شو مالهم؟ بكون عندهم the rate of elimination is constant. So it is not dependent on the concentration of the drug. And that's why. ليش بيستعملنا هيك؟ عادةً احنا نعطيهم دوز عالية عادةً تكون الميكانيزمز اللي هي required for metabolism or elimination it will be saturated. عارف ايش يعني saturated؟ مش معروف. لأن حتى بصيروا ميتابوليزم بدهم انزيمز، بصيروا من الميكانيزم بدهم الميكانيزم ساعات الميكانيزم، هذول كلياتهم لهم فيكنز لهم مرات لهم طرق مش هيك؟ فإذا كان هذول فول يعني دوز كبيرة مش هيك؟ فعشان هيك عملية الإليمينيشن تعتبر إن داز نوت كيك إن على مين؟ على البلازما كونسنتريشن دراج. And that is because هذول الدراجز become saturated. The elimination processes become saturated. Okay؟ واضح شباب؟ واضح الفرق بين الفيرست أوردر و الزيرو أوردر كينيتكس؟ نعم. يس. صار في الزيرو أوردر اي دراج بصير له هاي دوز بصير له زيرو اوردر ما بصير له الدراجز اللي احنا بنعطيهم كونسنتريشن عالية جدا من هذول الدراجز تقريبا هذول هم الوحيدين تقريبا هم الوحيدين انهم صاروا ساتوريتد بس لما تميزهم عالي ايش يعني؟ صاروا ساتوريتد لان الدوز عالي لان العالي يس اكزاكتلي بس معظم الادويه تتبع الفيرست اوردر يس معظم الادويه تتبع الفيرست اوردر بس اللي هو في علاقه طرديه بين الاول والثاني عشان هيك عم كان فولو عمليه اللي هو الاليمينيشن اوف دراج بعد شوي رح نحكي على الاليمينيشن تاع الدراج تمام انا كان بي ميجر الريت اوف دراج اليمينيشن احنا بنقدر نقيسها لان منها احنا بنحدد بيزكلي اللي هو ايش بسموه تي ار حكينا عليه قبل شوي حتى نعرف قديش الدواء بضل الجسم تمام واضحه يا شباب في حاجه بتفهم طيبة؟ طيب. يس. أنا إيش يعني؟ الزيرو دوز
يس اكزاكتلي في الزيرو اوردر يس. لا 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 يا شباب صعبه عارفه اللي بعد شويه انا بحكيكم على شيء بيسموه ترابيت ويندو. ترابيت ويندو ان الدواء بتركيز عاليه ممكن يصير توكسيك. وساعتها احنا وي دونت ونت تو ريتش ذات بوينت. احنا لازم نضل بلو توكسيك دوز لكن اباف الافكتيف دوز. يعني في عندنا مينيمال افكتيف دوز حنكتب عليها شوي. وبعدين في عندنا الفوق اللي هي التوكسيك دوز. فاحنا نضل بهذا الوينو بين اللي التوكسيك وبين اللي ما بيعرف. تمام؟ طيب واضح يا اخوان في عندنا سؤال؟ طيب اذا ما كان عندنا سؤال بنحكي على العلاقه بين الهاف لايف وبين الكليرانس والاليمينيشن اللي حكينا عليه قبل شوي. هسه بالنسبه لكم في هاف لايف صح؟ اللي هي الهاف لايف شكرا. الاليمينيشن هاف لايف اللي هي في هاف is the time required to reduce the plasma drug concentration from 100% to 50%. في حكي نهائيا. طيب هسه بضل عندنا كم قيسها اللي هو الكم اللي هي الحزمه سكر كونسنتريشن واللي هي الكم اللي كالكوليت ذيس واي بغض النظر عن الدريفيشن بتاعت المحاضره المحاضره كيف مسطوله رياضيا احسن مختلف. تمام بس اللي بدي اياكم تذكروا انه هذا الدينا ايكوال 0.693 في بعض الكتب حطوها مباشره 0.7 تمام ديفايد باي ذا كي اي. تمام هسه تياب عارفين عم شو مضبوط وهاي ال 0.693 بطلوا كتابة بشكل ال key in اللي هي elimination constant of the drug. elimination constant of the drug اللي هي can be calculated from the slope شكل هاي هنا the slope of the elimination. يعني هسه هذا الدرج هاي concentration upon zero اللي هو هذا الماكسيمم بشكل وبعدين بيبدا ينزل 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 تمام بعد ما نشوف السلوب هنا ونشوف الاليميشن كونسبت. من هذا الاليميشن كونسبت بنقدر نحسب ايش؟ اللي هو الدي هاف. تمام؟ طيب المساله الثانيه اللي بيعرفوها اللي هو الكليرنس. هذا العربي شو معنى كليرنس؟ بالعربي شو معنى كليرنس؟ Would you clear something؟ شو معنى كليرنس؟ نظف نظفها تمام. الكليرنس معناها انه هو الريت اللي بيصير فيه الاليمينيشن للدراج من البلازما. But basically it is not the amount of the drug that is the clear. It is the volume of the plasma that's clear of that drug. Yes, اللي هي الفوليوم بتاعت البلازما. عشان هيك بنقيسها بالمل بير مينت. يعني مثلا لو اخذنا الرينا الكدني مش هيك؟ مش الكدني قلنا هي الميجر اورجن فور ذا كليرنس اوف ذا دراج مش هيك؟ طيب هذا التوافق على الكدني بيصير له فلتريشن بيصير له ري ابزوربشن بيصير له سكريشن بيصير له اكسكريشن مش هيك؟ طيب بس احنا لما نحكي على عمليه الكليرنس بنشوف قديش من قديش الفوليوم من البلازما الفوليوم من البلازما اللي صار له كليرنس من الدرج مش كمية الدورة اللي طلع. وضحت يا شباب؟ إذا مرة ثانية وأنا حكيت لكم إياها بالفيزيولوجي تذكروا لما حكينا لكم على الهرمونال كونفليشن ريت تذكروها؟ هناك بنستخدم الكرياتينين والرومينين مش عارف تذكروها؟ وهناك على الكليرنس. الكليرنس الديفينيشن بتاعه كالتالي وعندي عم تخطوا فيه It is not the amount of the drug that's cleared. It is the volume of the plasma that's cleared of that drug. ماشي؟ إذا بمعنى آخر اللي هي the volume of fluid اللي هي خارج عن البلازما from which the drug is eliminated by a period of time واللي هي basically مل بير مينت. يعني قديش من البلازما اللي صار له كليرنس من الدواء. ها؟ بسيط هسه بقول لك كيف تحسبوا ما فيش مشكله. وانا قلت لكم كيف تحسبوا زمان كيف تحسبوا. بترجع بعد. بس اليوم بقول لكم، اوكي؟ طيب بس اعطيني شوي وقت، تمام؟ فلاحظوا عندي على هذا الفكر اللي هنا، لاحظوا هنا اللي هو هذا الماكسيموم 10 صح؟ لما صار 5 صار
الوقت اللي سميناه شو هو؟ التهاب. اذا التهاب مره ثانيه على حتى تكون واضحه اللي هو time required to reduce the concentration of the plasma drug concentration from 100% to 50%. From 1 to 0.5. From 1 to half. واضحة؟ طيب إذا تضمن هذا بس اللي هو half. شوفوا هاي البلازما drug concentration هاي النقطة اللي هو اللي هي الدرج اللي موجود في البلازما. تمام؟ لاحظوا معايا الـ T half الأولى معناها نص الكمية من الدواء اللي موجود في البلازما سكر. شكرا. وبديها من ثانية كمان هذا النص. بديها من ثالثة كمان هذا النص. تمام؟ هسا هاي الكليرنس بالفوليوم لاحظوا لما نقول الفوليوم من البلازما اللي صار لها كليرنس. واضحة؟ طيب الجزئية الثانية اللي بديها بتعرفوها انه هذا الكليرنس it can be calculated as the product of the volume of distribution اللي حكينا عليه قبل شوية and الكي فوق الإليمينيشن كونسبت. تمام؟ وإذا بنبدل هذه المعادلة بنستخدم التيرمز الجمهور بهذه المعادلة. تمام؟ إذا إحنا عندنا سبستيوشن لهي 0.693 تي هاف باي تي هاف تساوي صح؟ إذا الكي إي هاي بنبدلها في هذول الثنتين. تمام؟ شو بصير المعادلة؟ المعادلة بصير الكليرنس يكون 0.693 multiplied by the volume of distribution divided by واضحة؟ أي شيء ما تبديه؟ الحسابات اللي هنا هسه الفوق فاهمين كده فيها بيكون 0.7 divided by the key. المهم تفهمي شو تي هاف حبة اختيار والكي الإليمينيشن كونسنت أوف ذا دراج اللي عادة بنحسب الأسلوب تاع الكيرف رياضيات. فهمت علي؟ طيب احنا هسه بدنا نحسب الكليرنس. كيف نحسب الكليرنس؟ تمام؟ الكليرنس بيزكلي اللي هو بنحسب هيك يساوي الفوليوم اوف ديستريبيوشن اللي كنا كنا نحسبه قبل شوي صح؟ اللي هي الدوز على الناس بالكونسنتريشن في الدراج بس لو بدنا المعادلة اللي فوق اللي هي تي هاف ايكوال 0.7 ديفايدد باي ذا كي كي ايش بتساوي؟ مش عارفين بالرياضيات الكي ايش بتساوي؟ تي هاف شو بتساوي الكي؟ 0.7 على تي هاف مضبوط؟ فعشان هيك بصير عندنا المعادلة اللي هي تي هاف ايكوال 0.7 اللي هي 0.693 تمام؟ multiplied by the VD اللي هي volume of distribution divided by the T half. اللي بدي اياكم تعرفوا اللي هو في عندنا علاقة عكسية بين T half وبين الكليرنس. في ناس بتخربط بين الاثنين على طول تلاقي هي مطلقة تمام؟ الـ T half علاقته مع الكليرنس بتكون عكسية. يعني إذا الدواء T half تاعه كبير الكليرنس تاعه شو بيكون؟ قليل والعكس تماما صحيح. والعلاقة الثانية اللي هو هذا الكليرنس مع الفوليوم ديستريبيوشن از بروبورشنال. كل ما زاد الفوليوم ديستريبيوشن بيزيد اللي هو واضحة؟ واضحة يا شباب؟ واضحة يا فاهمين؟ هل عندك مشكلة؟ بدنا نقول بدك ما شاء الله والله جايب تطفر يا اخي الله يا مستعجل عليه كثير ما شاء الله. طيب لغايه بس الواضحه. طيب الجزء الثاني بحكي فيه اللي هو هذه اللي بنسميها الكونتينوس دوز اند مالتي دوز كينيتكس وتحديدا على ستيل ستيت اكوليبريوم اللي هي عشان توازن او في مرات بنسميها ستيل ستيت كونسنتريشن. شان ستيل ستيت شان ستيل ستيت يعني كمية شو بيقول شو معنى ستيل مستقر تلعب مستقر لا ستيل ستيت كونسنتريشن اللي هو لما يكون الريت اوف دراج ابزوربشن يساوي
rate of drugs elimination. مظبوط يا صحيح ولا لا؟ والله بيسمعني. طيب على كل حال اذا هذا اللي تمام اللي بنحكي عليه اللي هو بنسميه ستيدي ستيت كونسنتريشن ديبينز اون دوز اوف ذا دراج تمام والدراج كليرنس او الاليمينيشن تمام وهو يعتمد على ضوء الشبكتين فاذا نطلع على هذا الفكر اللي هو خليك معجب ومعجب كويس اللي هو ان هذه الدراج اتس جيفن اي في انفيوجن شاري اي في انفيوجن حد يعرف شو معنى IV infusion؟ يعني مستمر يعني على طول يعني ناخذ يعني continuous يعني زي ما انت حاط فلويد مثلا بعمل الكاميرا وتعطي تراك او في عندنا جهاز اللي هو بضل يحكي بالدواء بحيث انه يكون continuous يعني مش دوز واحده بتروح مش ما نعطيه مره واحده بالمريض يمشي تمام؟ نعطيه continuous سو هذا اللي احنا بنسميه infusion ما هو معاي لو احنا اعطينا كودريس الاول مين اللي يكون عنده ستيدي ستيت كونسنتريشن اعلى؟ الدواء اللي الكونسنتريشن تاعه اعلى وصل الى ستيدي ستيت كونسنتريشن اعلى. اذا في عندنا علاقه طبيه بين الدوز اوف ذا دراج تمام؟ و الستيدي ستيت كونسنتريشن. والستيدي ستيت كونسنتريشن it means simply the amount of the drug getting into the plasma تساوي الكمية اللي تطلع من البلازما عشان هيك الكونسنتريشن تحت الدواء في البلازما شو بكون؟ بكون ثابت ليش؟ لأنه اللي بيطلع بيجي محله اللي بيطلع بصير الإليمينيشن بيجي محله فاحنا بنحكي على اي بي انفيوجن معناها قاعد نعطي دراج كونتينيوس ات ذا سيم تايم الميكانيزم ساعات الاليمينيشن وركينج ات ذا سيم تايم شيك اوت فدراج بيجي ودراج بيطلع دراج بيجي ودراج بيطلع في نهايه المطاف احنا بنحافظ على الدراج كونسنتريشن ثابت هذا الثبات الدراج كونسنتريشن احنا بنسميه هو ستيدي ستيت كونسنتريشن واضحه؟ الجزء الثاني بيعتمد عليه اللي هو التهاب شايف التهاب مره ثانيه اللي هو the time required for the drug to be reduced from 100% to 50% تمام اذا هاي المساله الثانيه هاي steady state concentration تمام اللي هي direct proportional to the half life يعني لو اخذنا تو يعني درجة على مرتين مرة أعطيناه سوري تو دراجز واحد أعطيناه 5 ملي جرام بير مينت والثاني 5 ملي جرام بير مينت لكن الأول عنده تيهاف اللي هي 4 أورز والثاني عنده تيهاف 2 أورز مين اللي بيصير له إليمينيشن أسرع؟ ساعتين ولا أبو أربع ساعات؟ ساعتين ساعتين إكزاكتلي ساعتين لأنه بياخذ ساعتين حتى نص الدواء كله بينما الثاني بده 4 ساعات وعشان هيك لاحظوا الأربع ساعات من فوق هاي this is the introduction الجزء المهم اللي احنا بدنا نحكي فيه اللي هو لما انت بتعطي الريشن دراج في نهايه المطاف احنا want to reach the steady state concentration هذا هو لانه هذا الماكسيموم الافكت تاعته بيكون هناك ماشي؟ فبدنا نحافظ على الكونسنتريشن ثابت يعني هسه ما فيش ولا واحد منكم اخذ دواء لا اخذ انتبايتك لا اخذ بوتيكا في حدا منكم معه اخذ دواء نهائيا؟ ما شاء الله يعني ما شاء الله في عندي فشل توقع لي لما تاخذ الدواء بقول لك مثلا خذه كل 6 ساعات خذه كل 12 ساعه خذه كل يوم تمام وبعدك بقول لك خذ هذا الدواء مثلا لمده 5 ايام لمده 7 ايام لمده 10 ايام فور لايف بعد ذلك بعد فور لايف عشان شايف فور لايف يعني هذا الدواء انت حي كل يوم بتروح تاخذ الدواء في موعد محدد تمام؟ طيب اللي بدي اياكم تعرفوه في وقت ثاني انه لما احنا بنعطي دواء بيزيكلي هذا الدواء بيكون ريش
الستيدي ستيت كونسنتريشن 90% of the steady state concentration in about 3.3 half-life. وفي كثير من الكتب بقول لك أربعة half-life، ماشي خلوه على أربعة، يعني في ثلاثة وثلاثة بصير برضو أربعة بصير. بالامتحان بس على اثنتين، بس ما بحطش اثنتين معه. يعني ما بحطش أربعة وثلاثة ثلاثة. يعني يا بحط أربعة يا بحط ثلاثة. إذا لقيت ثلاثة ثلاثة صحيحة، وإذا لقيت أربعة شو معناها؟ برضه صحيحة، تمام؟ شو معنى بالكلام؟ معناته بيزكلي هذا الدواء اي دواء بتعطيه بده تقريبا حوالي 4 هاف لايف حتى يتريتش 90% اوف ذا ستيدي ستيت كونسنتريشن. طيب خلينا نشوف على هذا الفكرة الاول. طبعا مره ثانيه هون عندنا تايم، هون عندنا لازم نركز كونسنتريشن، تمام؟ ناخذ معاي هون احنا ستارت دراج فيوجن، يعني نعطيه دراج فيوجن. لاحظوا معايا انه لما احنا نعطي الدواء شو بصير في الكونسنتريشن تاعه في البلازما؟ بيزيد ويزيد ويزيد ويزيد، تمام؟ هسا شوفوا معايا الدراج يصل 50% 50% من الستيدي ستيت كونسنتريشن، الستيدي ستيت قديش بده يكون؟ 100 مضبوط؟ يصل 50% بعد ذا فيرست هاف لايف. شو معناها؟ معناها لو احنا اعطينا دواء مثلا خلينا نقول 100 ملي جرام، هذا تمام، والهاف لايف تاعه ساعتين، بعد ساعتين نص سن بضل، ونص ثاني شو بصير فيه؟ بصير له اليمينيشن. فمعناها 50 ملي جرام راح يضلوا في البلد، و50 ملي جرام شو راح يصير فيهم؟ راح يصير لهم اليمينيشن. معناها في الفيرست هاف لايف، شايفين هذا الفيرست هاف لايف مثل 1، احنا بنصل الى 50% من الستيدي ستيت كونسنتريشن. لما نروح على الثانيه هاف لايف الثانيه اللي هو كمان انذر 2 اورز، تمام؟ انذر 2 اورز برضه 50% بيروحوا و 50% بيضلوا، مضبوط؟ لما نضيفهم على 50% الاولاني قديش بنصير؟ بصير 75%. إذا 75% من الستيدي ستيت كونسنتريشن وصلوا وين؟ في السكند هاف لايف. بس لما نروح على الثيرد هاف لايف نوصل تقريبا about 90%، شايفينها؟ 90% of the steady state concentration. لما احنا بنكمل رح نوصل لعند وين؟ لعند ال 100% steady state concentration. معناها هذا الدواء هذا الكونسنتريشن اوف دراج اللي احنا بدنا اياه يكون موجود في البلازما حتى يعطينا الريكواير والديزاير ايفكت. واضحه يا شباب؟ واضحه يا اخوان؟ بالمقلوب لو احنا عملنا اللي هو ويسمار الدرجه اللي فيها، لو وقفنا نعطي الدواء اللي هي في هاي هون احنا قاعدين نعطيه وي ار وقفنا، شو اللي بصير؟ ما فيش درج قاعد يجي، في درج قاعد يجي، احنا وقفنا. معناها بالفيرست هاف لايف شو بصير عندنا؟ لو بده ينزل من 100% لوين؟ 50%. لاحظوا هذا شايفينها؟ وصلنا لعند 50%. شايفين يا شباب؟ هاي التهاب 50% من الدراج شو حسينه؟ رح يصير في الليمينيشن. 50% الثاني ضربه. طب كمان هذا 2 اورز، لو فرضنا انه الهاف لايف تاع 2 اورز. طلعنا 50 رح يروح منه 25، قديش رح يضل 25. اذا بالهاف لايف الثانية وصلنا هون 125. بدل ما كنا 50 75 بنكمل فوق، هسه من 50 من 100 ل 50 ل 25، وبعدين بعد كذا سنتين شو بصير ب 25؟ ونص، وكمان سنتين راح يصيروا 6.25، شايفين؟ اه ونضل نازلين حتى انه في هذه المره الدراج بيجير كومبليتلي من وين؟ من الجسم. واضح يا اخوان؟ واضحة شو المقصود في الستيدي ستيت كونسنتريشن؟
This is very important. لما احنا نيجي نعطي دواء مش كل دواء نعطي IV infusion. نعطي فرال، نعطي سركات، نعطي ماسكولار، أي وقت تفكر. تمام؟ لكن في نهاية المطاف بدي أقول أتذكروا حاجة اللي هو الستيدي ستيت كونسنتريشن، الأفريج أوف الستيدي ستيت كونسنتريشن إز ذا سيم فور انترميتنت انفيوجن أز إت إز فور كونتينوس انفيوجن. كان انترميتنت. من قبل يعني تعطي الدواء سواء بالوريد أو بأي طريق آخر، تعطي الدوز الأولى بعدين ترجع تعطي الدوز الثاني بعد 6 ساعات بعد 8 ساعات بعد 24 ساعة أو تبقى. لكن الأفريج شو الأفريج؟ كيف يقيس الأفريج؟ أنا مش عارف ليش أعطيك الستاتستيك بالسنة الخامسة عشان أنتم واخدين بالتوجيه صح؟ بس أنا حسب علم التوجيه كان يكتبوا مش بمنهج لا عليك عشان الأفريج عشان المعدل كيف تسمى المعدل؟ مجموع المواد على مجموع الفاليوز على العدد العام تمام؟ هون في عندنا فاليو تو فاليوز اللي هو قليله وكثيره نجمع الثنتين على بعض ونضرب العدد العام يعني واحد وزنه 10 كيلو والثاني وزنه 20 كيلو قديش الافرج تاعهم؟ 30 صح؟ تقسيم 2 15 ولو كانوا 5 بنجمع الارقام الويت على 5 ونسويهم على عدد ولو كان عكس بنجمعهم وممكن واضح شباب؟ طيب اذا الان هذا الافرج الستيدي ستيت كونسنتريشن از ذا سيم سواء كنا اعطيناه انترميتنت اور انفيوجن لاحظوا معي على هذا الفكر اللي هو هذا الخط اللي هو شكله اللي بالنص الاحمر تابعين معي؟ This is continuous infusion of 3 units of a drug a day يعني احنا بنعطيه 3 يونتس باليوم اليوم قد ايش ساعة؟ 24 ساعة بعطينا قد ايش؟ 3 يونتس هسا نحن مو معي شو بصير لو انه احنا عملنا انجكشن اوف 3 يونتس اوف ذا سيم دراج وانس ا داي بدل ما احنا ركبنا له الكاميرا وخلينا ينزل قدره 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 تمام بحيث نحافظ على الستيت ستيت كونسنتريشن رحنا اعطيناه اياه مره واحده. مره واحده في اليوم، ثلاث ايام بس اعطيناها مره واحده. شو بصير بالكونسنتريشن تاع الدواء؟ بصير توكسيك. بيرتفع بس للماكسيموم. وبعدين التوكسيك يبدا ينزل. لاحظوا معي الفلكتويشن، شو يعني الفلكتويشن؟ شو يعني الفلكتويشن؟ مين اللي شاطر في الجوجل؟ شو يعني الفلكتويشن؟ تقلبات نعم اكزاكتلي اللي هو تطلع وتنزل يعني ما في شيء ثابت تمام؟ لاحظوا معي انه احنا هاي الخط الاخضر شايفين الان اعطينا الدواء هون فضوء اي فيبر تمام؟ بس مش انفيوجن اول ما اعطيناه شو بتكون كونسنتريشن بتعرف في البلد قديش بتكون؟ ماكسيموم وبعدين اوفر تايم شو بصير فيه؟ بصير فيه اليمينيشن اوفر 24 اورز فراح يصل وين؟ يصل الى اقل فاليو ممكن هاي شفنا لما اعطينا اوفر 24 اورز اللي هو ونص ا داي مره واحده في اليوم فوصل الى تركيز عالي وبعدين نزل الى تركيز كثير واطي ليش؟ لان اعطيناه على 24 ساعه لاحظوا معي لو احنا قسمنا هذول الثلاثه يونت على ثلاث مرات يعني اعطيناه كل ثمان ساعات يونت مش بنقول 24 ساعه اعطيناه ثلاث يونت بس احنا ما اعطيناه مره واحده اعطيناه ثلاث مرات معناها كل ثمان ساعات شو بنساوي؟ بنعطيه دوز تمام؟ لاحظوا معي لما انت تعطيه اول دوز شوفوا معي وصلنا هون لكن احنا ما اعطيناه ثلاث يونت اعطيناه يونت واحد فبصل له وبعدين شو بصير فيه؟ ايميليشن هسه بعد الثمان ساعات شو سوينا؟ اعطينا واحده ثانيه صار له ايميليشن بعدين اعطينا واحده ثالثه وصار له ايميليشن يعني اعطينا هذول الثري يونتس
نركز شوي على التركيز العالي. حضرتك ركز معنا تمام؟ بدك تشوف الفرق بين انه احنا اعطيناها مرة واحدة واعطيناها ثلاث مرات. بنخاف على اكتف كور لفترة. احنا حافظنا في كل الاحوال هذا الافرج بشكل الافرج. الافرج طبعا هو الافرج. بس الفرق وين؟ في الهايست كونسنتريشن وباللوست كونسنتريشن. نحن لما اعطيناه مرة واحدة اعطينا ثلاث يونتس. فوصل إلى الماكسيمم كونسنتريشن. هذا التركيز العالي مايت إنه تيك أس تو ذا توكسيك دوز. ماشي؟ ولما احنا تركنا 24 ساعة يصير إليمينيشن وصلنا إلى تركيز قليل. وببلي هذا التركيز از نوت افكتيف. شيء نوت افكتيف. يعني غير افكتيف. التركيز الدواء بيكون يعني تركيزه في البلازما في حد معين حتى يعطينا التأثير المطلوب. هذا الفرق بين الماكسيموم واللوست تمام؟ اللي مش الترافيك والحقيقة. هذا المكان اللي احنا فيه هنا بنسميه الترافيك كونيوم. شو بنسميه؟ ترافيك كونيوم. شو يعني اللو؟ نافذة. شباب مش حد مفتوحة. تمام؟ أنا في فوق إيش في تدريج صح؟ هذه الثلاثة كل يوم أنا هذا هو الـ concentration of the drug. إذا إحنا في هذا الليفل من إلى مش رقم واحد من إلى تمام؟ إذا إحنا بدينا هذا الـ concentration معناها إحنا within the safe side in term of toxicity and in term of effectiveness. يعني إحنا above اللي هو low effective level and below the toxic level. تمام؟ هذا شو بنسميه؟ therapeutic window. شو بنسميه هذا؟ بنسميه therapeutic window. شو بنسميه؟ therapeutic window. إذا هذا هو therapeutic window اللي هو basically اللي يكون فيه الدواء effective and is below the minimal, below the minimal toxic concentration and above the minimal effective concentration. واضحة؟ عشان هيك لما احنا نيجي نعطي دواء وتعطوا الدواء بدكم تتاكدوا انه تعطوه بالدوز المناسبة في الوقت المناسب وبتقسموا الدوز على التيربز بتاعت الوقت بحيث انه انت تو مينتين ستيدي ستيت كونسنتريشن واللي هو يتعكس within التراكتيف ويندو. كل دواء له دراسات اللي عملناها قبل شوي. بدنا نعرف قديش يضلوا الاستيميشن تاعه، قديش يضلوا البلازما، قديش يضلوا روح الدشو، قديش الهاف لايف تاعه، قديش الاليمينيشن تاعه، كل هالاشياء. هاي مش مسؤوليتكم، انت كطبيب مش مسؤوليتك تعرف، بس مالكش دخل فيها. انت فقط بتعرف. هسا الناس اللي بيديفلوب دراج، يعني الناس اللي بتطور الادويه. واخر شيء حتى نصل عند الصيدليه بنقول له اعطينا وات ايفر بدك اياه. في تريلات مكتوبه. عارف ايش هي تريلات مكتوبه؟ شاحنات من الدراسات بحيث انه هم اخر شيء بقول لك استخدم هذا الدواء بهذه الطريقه، اعطيه هيك والانترفلز هيك والسايد افكتس تعالوا هيك وانت تستخدمه في هذا الوقت، استخدمه في هذا الوقت، استخدمه في هذا البيجن، استخدمه في هذا البيجن. واضح يا شباب؟ اذا هاي كل الدواء له تعليمات عامه. انت في اثنين من المرات كطبيب شو بتساوي؟ بتعرف انه مثلا على سبيل المثال عند بيجن عنده دايبيتس او بيجن عنده انفكشن مثلا تمام؟ بدي اعطيه مثلا تترا سايكلين او بدي اعطيه جنتامايسين او بدي اعطيه اي شيء تمام؟ بدي اعرف انه هذا الدواء افكتيف فور ذيس ديزيز بس نمبر 1 وبعدين قديش الكونسنتريشن اللي انا اعطيه فيه؟ اعطيه 5 ملي جرام؟ اعطيه 10 ملي جرام؟ اعطيه 50 ملي جرام؟ بعدين بدي اعرف الانترفلز تعبان كل 6 ساعات كل 8 ساعات كل 10 ساعات كل 24 كل 48 وات ايفر. بعدين بدي اعرف الديوريشن قديش الوقت اللي بتعطيه فيه؟ يوم 2 3 5 6 10 وات ايفر.
كثير من المعلومات اللي الفارماكوكاينتكس والفارماكوداينامكس والابزوربشن تاعه والديستريبيوشن تاعه والافضل تاعه والدراج انتراكشن والسايد افكتس كل المنتجات اللي بتتفرق تمام. بس مش مسؤوليتك انت تطلعيها. بس لو كنت تشتغل بمصنع ادوية حتى تجيب له بدك ساعتها يو هاف تو دو ذيس حتى تمام. بالنسبة للمنتجات اللي انا مش طيب هسه هذا السلايد نفس الشيء هو احنا بنحكي على دوام التطور تمام. اذا اعطينا مره واحده شوفوا شو بصير في سنتين فايف نورمال بعدين احنا بناخذ الجزء الثاني والجزء الثالث حتى انه نوصل لعند 100 يعني 3.3 او 4 هاف لايف تمام. احنا بنوصل لعند ستيت كونسنتريشن. This is very important. احنا من خلال هاف لايف بنعرف متى نوصل ستيت كونسنتريشن ومتى لما بنوقف الدواء الدواء will be cleared from the body. يعني لو الدواء هاف لايف تاعه مثلا شهر معناها انت بعد ما توقف الدواء بدك 4 أشهر وشوي حتى الدواء يخلص من الجسم مظبوط. ولو كان هاف لايف تاع ساعتين معناها 8 ساعات بتكون الامور طيبه. واضح شو المقصود في هذا الهاف لايف؟ الجزء الثاني اللي بتحكي فيه اليوم حتى ما نرجع مره ثانيه عليه شغلات بسيطه. في عندنا شيء بنسميه لودنج دوز. حدا بيعرف شو معنى لودنج دوز؟ اللي هو الدوز اول دوز بنعطيها. في مرات احنا قلنا لكم حتى نصل عند ستيدي ستيت كونسنتريشن قديش عندك هاف لايف؟ 4 ماشي؟ طيب هسا في كيسز امرجنسي عارفين شو يعني امرجنسي؟ طيب واحد عنده هارت اتاك واحد عنده شوك ما بتقدرش تستنى 4 هاف لايف حتى انه انت توصل الدراج لستيدي ستيت كونسنتريشن وتقول يا كريم تقول ورا يا كريم مش هيك؟ فعشان هيك اللودنج دوز اللي هو الدوز الاولاني اللي احنا نعطيها زياده حتى انه ايه؟ تو ريتش ذا ستيدي ستيت كونسنتريشن فاستر لان الحاله ما بتستنى علينا انه احنا بنستنى اول هاف لايف ثاني هاف لايف ثالث هاف لايف رابع هاف لايف حتى نصل عند ستيدي ستيت. عشان هيك بنقول انه هذه اللودنج دوز از جيفن رابيدلي تو استابلش رابيدلي بلازما دراج كونسنتريشن تمام؟ واللي هي بتتحسب ببساطه شديده جدا لأن تعتمد على الفوليوم اوف ديستريبيوشن تعتمد على الفوليوم اوف ديستريبيوشن اللي هو بناخذ الكونسنتريشن اللي عندنا اياه وبنضربه بالفوليوم اوف ديستريبيوشن تمام؟ اللي هي اللودنج دوز اللي هي بي دي مالتبلاي باي الكونسنتريشن قديش الكونسنتريشن اللي هي بدنا اياها في البلازما بنضربه بالفوليوم اوف ديستريبيوشن اوف ذات دراج فبعطينا اللي هي اللودنج دوز. مثال لو اخذت هذا الدواء مثلا دايفرين مثلا وقالوا لنا ان هذا الفوليوم ديستريبيوشن تاعه اللي هو 35 لتر تمام والديزاير كونسنتريشن بدرجه 115 ملي جرام بير لتر مباشره بتضرب 35 لتر اللي هو الفوليوم ديستريبيوشن مالتيبلاي باي الدوز اللي احنا بدنا اياه 15 ملي جرام بير لتر بتطلع 525 ملي جرام بتعطي الدوز هاي الدوز الاولى بس بعد كده بنرجع للاصل تمام. بس هنا بنعطيها تركيز عالي حتى نوصل لعند 100 الستيت ستيت ستيت كونسنتريشن فاستر هذا المقصود برابيدلي تو ريتش هاي. طيب هسه في بعض الادويه بتكون زي ما حكينا قبل شوي توكسيك فاذا احنا اعطيناها مره واحده وصلناها من العلن تمام. عشان هيك كثير مرات هاي حتى اللودنج دوز دي ويل ديفايدد هذا اللودنج دوز بعطوه مثلا اول ساعه شوي وبعدين ثاني ساعه شوي وبعدين ثالث ساعه شوي بحيث انه يصل عند ستيدي ستيت ما بيطلع شوي. واضحه؟ اذا كان هذا الدواء توكسيك هذا المقصود فيها انه ممكن احنا وي كان ديفايد هذه الدوز الجزء الاخير تحكي فيه اللي هو ريسبونس المرض اللي هو بنسميه مينتنس دوز. شو يعني مينتنس؟ مينتين معناها نحافظ عليه. يعني احنا عملنا اللودنج دوز بالاول مش دائما يا شباب تستخدموا اللي هو اللودنج دوز. اللودنج دوز فقط تستخدموها في حالات اللي هي الامرجنسي وكانت ويت يعني ما عندناش وقت كثير نستناه حتى احنا نصل عند بنعطيه
وبعدين بنرجع نعمل ادجستمنت اللي هو لمين للمينتنس دوز. هسه المينتنس دوز تعتمد على الستيدي ستيت كونسنتريشن. الستيدي ستيت كونسنتريشن ديبندز على مين؟ على الابزوربشن اللي الدوز اللي اعطيناه وعلى الهاف لايف. مظبوط؟ يعني مش زي قبل شوي حكينا اللي هو الكونسنتريشن مع الفوليوم اوف ديستريبيوشن. الان بيعتمد على الكونسنتريشن مع مين؟ مع الهاف لايف. عشان هيك المعادله بتصير عندك الثالث اللي هو التارجت بلازما كونسنتريشن مالتيبلاي باي كليرانس اوف ذا دراج. تمام؟ مالتيبلاي باي التاو التاو اللي هو الدوز كثيرة. تمام؟ والكليرانس شباب. طيب في حد عنده سؤال؟